بسم الله الرحمن الرحيم. ما المشاعر التي تخالقك الأخ مصبح الحسني وأنت الآن في وادي تنوف؟ حقيقة يعني مشاعر الفرح والسرور والغبطة وهذه المناظر الجميلة، لكن أنا عندي ملاحظة. تفضل. ألاحظ أنه في شجرة دخيلة على وادي تنوف. أها. بدأت تتكاثر بشدة. ما اسمها الشجرة؟ هذه الشجرة دخيلة، ما أعرف اسمها، بس حقيقة الشجرة هذه أنا أعرف تأثيرها. أها. أنها قد تقضي على الأشجار العمانية الأصيلة. سبحان الله. الصدر. نعم. الشجر السمر هذا. أها. وهي أشجار أصيلة هذه، لكن هذه الشجرة دخيلة. نعم صدق. ميزة هذه الشجرة الدخيلة هنا تتكاثر بسرعة. سبحان الله. وإحنا إلا تجربة حاولنا مقاومتها في وادي الخوف. أها. حقيقة وجدنا صعوبة جدا. نعم. إزالتها. تجذرها. نعم ما شاء الله. من صفاتها هذه الشجرة. أها. إنها تنتج بذور. نعم. يعني الدرجة كبيرة جدا. نعم ما شاء الله. وهذا بيساعد على انتشارها. نعم. هين هذه الشجرة من هين؟ هذه الشجرة فضل. هذه. لا لها شجرة. شجرة. قدام. أيوة. جميل. مرينا عليها. إن شاء الله. بعد ما وصلت، بس هذا حقيقة ضروري. هذه الشجرة. هذه أوه. هذه الشجرة الخضراء ذيكو؟ ايوه. ها؟ مثل غاف. هذيك نعم. سبحان الله. ركز عليها شويه. ايه نعم. ولاحظ هذه. ولاحظ كمية البذور اللي فيها. نعم. الشجرة هذه. نعم. هذه سريعة الانتشار. ايه نعم. يعني. بارك الله فيك.